جينك؟ عزراء وينها؟ جينا بس حالتها سيئة كتير. شو رأيك تحكوا بكرة جينك؟ مينة ما بقدر استنى لبكرة، هي بغرفتها هلا. ايه بس معلش جينك، على القليلة خليني شوفها بالأول، إذا بدها تحكي بتطلع من غرفتها أصلا. يا الله أنا شو بدي أعمل هلا؟ شو بدي أقول له لجينك؟ القرار بالاعتماد على بيان الطرفين وعلى رغبة الطفل مارت كونيش موضوع الدعوة، قررنا بقاء وصاية مارت كونيش عند سومرا كونيش. انتهت الجلسة. أنا شو بيضمن لي إنه ما رح ترجعي لجنت بعد ما تاخديها؟ مشان هيك أنا لازم أوثق فيكي، ولهيك أنا رح أكون بحاجة لشوية وقت، وإذا ما نفذتي كلامي رح أبعت مارت على مدرسة داخلية. تعرفيني بعملها مو؟ وقديش بتستمر؟ إذا بدك الصراحة الموضوع ما رح يكون سهل، ممكن تستغرق سنة أو حتى سنتين. هدول لسه مكاتل اللي حكيت لمارت عنهم، وهي أخته اللي عم تبكي لك. تطلعي هو رسمني، أنت مانك شايفة قديش عم تخلي الولد يتعذب؟ وأنت ما عم تشوفي الحقيقة يلي ورا الرسمة؟ أنا موجودة. عزراء، عزراء ممكن تفتحي الباب لو سمحتي؟ جينك ما بدي أحكي مع حدا بنو، روح هلأ إذا بتريد. عزراء خلصنا، بترجاكي لا تساوي هيك. يلا خلينا نحكي عزراء، ليش هيك عم تساوي؟ ليش قافل الباب مثل الأولاد؟ جينك عم قلك ما بدي أحكي مع حدا، بترجاك روح. عزراء اسمعي، ما بدي أياكي تستسلمي هيك لأنه خسرنا أول دعوة. لو سمحتي لا تتراجعي، افتحي الباب خلينا نحكي ونلاقي شي حل رجاء. يا رب ساعدني دخيل. عزراء أنا ما راح أتحرك من هون لحتى تفتحي هذا الباب، يكون بعلمك. ماني عارفة أنا شو أعمل، كيف بدي أقول لك هذا الشيء؟ كيف بدي أقول لك روح واطلع من حياتي جينك؟ عزراء افتحي هالباب لو سمحتي، افتحي لا تخليني يكسره هلا. جينك أنا فقدت أملي، خسرت كل الفرح بحياتي. عزراء شوفي، الشي اللي عم تسميه أمل والشي اللي عم تسميه فرح هو نحن وبس، خلينا نوقف جنب بعض لو سمحت افتحي هالباب خلينا نحكي. تعرف إنه عاندت كتير، ركضت ورا سعادة ما رح تتحقق. أنا مليت من إني أعيش خيبات أمل جديدة جينك، مليت من الخناق والمواجهة. عزراء نحن لما قلنا لبعض إنه نحن منحب بعض كنا منعرف أصلا إنه رح نواجه كتير مشاكل، افتحي هالباب خلينا نحكي لو سمحتي. يلا النهاية كانت واضحة من البداية جينك، أنا خسرت كل شيء أصلاً باليوم اللي مات فيه بابا، وهلأ خسرت مارت كمان، ما عاد عندي أمل. مستحيل تكوني هي أنتي، افتحي هذا الباب عزراء، مستحيل تكوني أنتي البنت اللي عم تحارب الظروف السيئة من البداية واقفة صامدة بوش كل شيء، لو سمحتي افتحي هالباب بقى. عزراء جينك لا تقرب علي بترجى، انت ليش ما عم تفهم اللي عم اقوله؟ انا ما عاد فيني اتحمل ولا حدا. شو معنات هالحكي هلا؟ ما بدي احكي مع حدا ولا بدي شوف حدا، واضح اللي قصدته. انت هلا معصبة وما بتعرفي شو عم تحكي، نحكي بس تروقي. ما عاد في شي نحكي فيه جينك. لو سمحت فهمني، ليك أنا ما ضل عندي طاقة بنوب، بترجع. عزراء أنت ليش هيك عم تعملي فينا؟ ليش بدك تبعدي عني؟ أنا شو ساويت؟ جينك بترجعك لا تضغط علي لو سمحت. لا أضغط عليك. أنت كيف فيك تحكي هالحكي بهالسهولة؟ ها؟ خلص جينك، خلص جينك لو سمحت. مينة بس دقيقة، أنا ما عم بفهم، عن جد ما عم بفهم، أنت كيف فيك تتخلي عني بهالسهولة؟ فهميني. جينك ما بدي أحكي شي ولا بدي أقول شي ولا حتى بدي أكون قوية، بدي أبقى لحالي وبس. ممكن تروح من هون لو سمحت؟ عزراء فهميني شو اللي صاير، حدا قايل لك شي؟ وضحي لي، ماما قالت لك شي؟ آه هي جبرتك تعملي هيك؟ آه ولا ستي اللي حاكية معك شي؟ وضحي لي، أنا رح جن، ما عم صدق اللي عم بسمعه. جينك بكفي.
سمحت. Madem ki istiyorsun öyleyse durma git. Beni düşünme rahat ol yalnız kalabilirim. Sen de bilirsin hiçbir acı sonsuza dek sürmez. Hatta her an yeniden sevebilirim. Olmazdı bende biliyorum haklısın haydi git. Korkma seninle gerçekten dost olabilirim. Aslında bende uzun zamandan beridir sana ayrılmak istediğimi söylemedim haydi git. Git. Git, gitme, dur ne olursun. Gitme, kal, yalan söyledim. Doğru değil, ayrılığa daha hiç hazır değilim. Aramızda yaşanacak yarım kalan bir şeyler var. Gitme dur daha şimdiden deliler gibi özledim. Gitme dur ne olursun gitme kal yalan söyledim. Doğru değil ayrılığa daha hiç hazır değilim. Aramızda yaşanacak yarım kalan bir şeyler var. Gitme dur daha şimdiden deliler gibi özledim. عزراء حبيبتي يا روحي يلا تعي خدي
اشربي شوي. مينا لسه ما قدرت قله خلينا ننفصل، معناتها إذا بقله هيك رح يوقف قلبي أكيد. يا ربي دخيلك، شو بدي أعمل أنا؟ شو بدي أعمل؟ مينا وقفي، لا تفتحي لو سمحتي. مينا هذا جينك، لا تفتحي بترجعك. تمام يا روحي، طولي بالك واهدي شوي. إذا هو ما رح أفتح ماشي بوعدك، بس لا شوفني. هاي انتي خالي سكر عزراء، طلعي فيني لشوف شو هالحالة بنتي. بترجاكي لا تسأليني عن شي، لا تسأليني عن شي، بس خليكي جنبي ولا تسأليني عن أي شي، بس خليكي جنبي. أنا محتاجة لحضنك وحنانك وعاطفتك لو سمحتي. أنا صدقتك، والله صدقتك، بس كمان أنت طلعت كذاب. ميليس انت فهمتيني غلط، الموضوع مو مثل ما انك مفكره ابدا. اذا رقتي من ناحيتي ولو شوي ممكن نحكي، بدي اسمع صوتك. الو ميليس، انشغل بالي عليك كتير. انا منيحه. انا عن جد كتير اسف، صدقيني ما كان قصدي زعلك. بس انت زعلتني. انا مو بس زعلانه قدير، حاسه حالي مخدوعه وحاسه انك خنتني. انا ما بعمل شي بزعلك، بدي اياك تكوني متاكده من هالشي. انا ما طلبت منك شي كتير قدير، كان بدي نكون مع بعض بدون كذب وغش. بس انا هلا ما عاد بدي اني اخسر احترامي لحالي ولا لعائلتي. بعد الشي اللي عشته مع إفكان من قبل، إذا برجع بعيد نفس الغلط. أنا ما رح خليكي تعيشي هيك شي أبداً بعدك. أنتي رح تقدري تسامحيني ميليس؟ ما بعرف قدير، بتوقع أنه أنا تعلقت فيك زيادة وكل شي صار بيناتنا بسرعة. لازم نبعد وما نشوف بعض، لأنه لازم رتب أفكاري. ميليس لا تعملي هيك. تصبح على خير. شو رأيك جدد لك الشاي؟ لا لا حاجتي، أنا أكلت كتير، الأكل كان طيب، يسلم إيديكي. شكراً عزمي. أكيد أنت ما زالت من تصرف جانسو، ما هيك؟ يعني هي بالفترة الأخيرة مرت بظروف صعبة لهيك تصرفت بهالطريقة، بس هي بنت ظريفة. أنا مقدر الوضع، ما في مشكلة، صار لازم استأذن منك. ليش؟ خليك قاعد كمان، تأخر الوقت كتير سمرة. رح نتجاوز كل شيء سوا، ما تقلقي. ماني قلقانة. جينك؟ وين كنت ابني؟ انشغل بالي عليك، ما خبرتني انك رح تتأخر. كان عندي شوية شغل، عم نشتغل بحياة العزمي والشركة بأزمة كبيرة كتير. بتتذكري الصلاحيات اللي عطيتي إياها بزمانك من دون ما تعرفي شو هي أمي؟ نحن عم ندفع ثمنها هلا. بس إذا بتتذكر أنا قلت لك وقتها أني آسفة. بعدين واضح إنه غضبك مو بس بسبب مشاكل الشركة، ما هيك؟
أمي ما بدي أخذ وأعطي كثير هلا، بلا هالنقاش. جاي بهالوقت أمي عم أقول لك لا تضغطي علي وسكري على الموضوع. رحت لعندها ما هيك؟ مشان هيك راجع معصب. هي إلى اسم، اسمع عزراء أمي. لا تصرخ هيك، الكل رح يفيق على صوتك. مين ما فاق فيه، ما عاد يهمني حدا. أخي شو عم بيصير هون؟ لا تتدخلوا. ماما يكفي بقى، اعملي معروف. أردا، شو رأيك تخبرنا شو صاير معك؟ وأنت ليش عم تسألي أمي؟ آه؟ ليش عم تسألي؟ ليش؟ البنت بوضع سيء كثير، مقهورة كثير. تعاونتوا مع بعض لحتى وصلتوا البنت لهي الحالة، مبسوطين هلا؟ هلا صار هذا ذنبي أنا؟ شو عملت؟ شو صاير لعزراء؟ صاير معها شي؟ فهميني أنت ليش بتكرهي هالبنت كل هالقد؟ آه؟ لأنها احترمتك؟ ولا لأنها تقبلت كل الكلام الجارح اللي قلتي لها وما ردت عليك بكلمة واحدة؟ لأنه من أول ما فاتت على حياتنا ونحن تعبانين، ما ضل مصيبة وما نزلت فوق راسنا، أنت مانك شايف هالشي؟ وراح تزعلك أنت كمان، حتى بلشت من هلا أصلاً، هالشي واضح. لا أنا مو هيك شايف، بالعكس أنا بلشت حس حالي عايش من اللحظة اللي فاتت فيها على حياتي. والله جد؟ ما في داعي أحكي معك أكثر من هيك، خلص لحد هون وبكفي. روح لو سمحت، أنا ما بدي إزعجك أكثر. على شو عم تطلعوا فيني هيك؟ أردا، أنا بحياتي كلها ما شفت أخي هيك، الظاهر إنه غرقان بحب عزراء. واضحة ميليس، هذا هو الحب مثل ما بتعرفي، ولا ما بتعرفي؟ إيه، بس هو شو ملاقي بهي البنت؟ ما عم بفهم. هو شاف اللي ما شفتيه يا ميليس، جربي تتركي كرهك على جنب وتطلعي على البنت مرة واحدة، أنا جربت صدقيني ما رح تخسري شيء بأكد لك. إيه بس هي دخلت بحياتنا أول شيء بلعبة الوردة، لهيك ما قدرت شوفها غير هيك. وأنت كمان إيه ميليس، وأنا كمان أخذت موقف منها بالبداية، إيه؟ أخذت موقف، بس بعدين شفت البنت ما بعينها لا مال ولا أملاك بنوب، وأصلاً ما ضل في حدا بحياتها، هي عندها أخ وحيد خدعوها وأخذوه منها كمان. وغير هيك ما تنسي ستي عم تساعدها وبتعتبرها مثل بنتها، تركيها خليها قريبة من ستي، شو رح يصير؟ شو اللي بدك تسمعي أمي؟ آه؟ أحكي بصراحة. بدي أعرف الحقيقة يا ابني، شو في بينك وبين عزراء؟ سألتك سؤال بسيط جاوبني. شبك ساكت؟ يلا جاوب. لا تسأليني هيك أسئلة أبدا، ماشي؟ لا تسأليني هيك أسئلة. وليش لحتى ما أسألك؟ لأنه معي حق، ما هيك؟ إيه معي حق، أنت بتحبها العزراء. إيه أنا بحبها العزراء، هذا اللي بدك تسمعي؟ إيه أنا بعشقها، عم تفهمي؟ أنا بحبها لهي البنت، هذا اللي بدك تسمعي؟ جينك أنا فقدت أملي، خسرت كل الفرح بحياتي. تعرف إنه عاندت كتير، ركضت ورا سعادة ما رح تتحقق. أنا مليت من إني أعيش خيبات أمل جديدة. جينك ما بدي أحكي شي ولا بدي أقول شي ولا حتى بدي أكون قوية، بدي أبقى لحالي وبس. ممكن تروح من هون لو سمحت؟ مستحيل تكوني هاي أنتي، مستحيل تكوني هاي أنتي. مينا كيف عزراء؟ أحسن شوي، الخالة فريدة عندها.
خير إن شاء الله. مين عم يتصل بهالوقت؟ هي سمرة. ما يكون صاير شي على مارت. ألو سمرة، صاير شي على أخوكي؟ مارت انشغل باله على عزراء. مارت، وأنا انشغل بالي عليك حبيبي. أنت منيح؟ مارت منيح والسمكات مناح. مارت عم يطعميهن على طول. أخي حبيبي، أنا بحبك كتير ومشتاقت لك كتير. يا روحي أنت، منيح اللي اتصلت فيني. حاسة حالي ملكت الدنيا هلأ. طيب ماشي، هلأ أنت روح على تختك ونام منيح ماشي. أنا بحبك يا روحي، تصبح على خير. خالي سكر، مارت بحبني كتير. شفتي اتصل فيني لأنه قلقان علي. المحبة الموجودة بين اثنين اخوة ما حدا بيقدر يلغيها بنتي، ما حدا ابدا. يا روحي. جانسو، لوين رايحة؟ شوفي أنا جهزت الفطور. لا ما بدي أفطر، لغيت التقرير الطبي وراجع على المدرسة. فرحتيني كتير، شو هالخبر الحلو؟ ماما، اليوم بس اتصل فيكي بتجي ماشي، والسيد برهان رح يجي، ضروري نقعد مع بعض ونحكي. بجي طيب، ومنحكي منعمل الشي اللي بريحك انتي. طمني، المهم انتي تكوني منيحة. قربي لحظة. تمام. ها، فاق موتزارت الصغير. شوفك يا روحي. ماما سمرة، مين موتزارت؟ موتزارت، موتزارت عازف بيانو، موسيقي بيعزف على البيانو مثلك. يلا اقعد افطر. فاطمة فاقت شي؟ انسى الموضوع، فاطمة ما فاقت وما رح تفيق. مارت بده يشوف فاطمة. مارت بده يشوف فاطمة، وعزراء بدها تشوف مارت، وسمرة سكرتيرة عندكم بدها ترتب كل الأمور. ما في فاطمة، ممنوع. فاطمة ما رح تفيق، مرضت مرض معدي وبتعدي الكل. تعرف شو مرضها؟ مرضها هو الجنون، يعني جنت. شوف عادتني إلي وأنا كمان جنت. أف، يلا افطار. شاي جاهز. فرحت كتير باتصال مارت. وأنا كمان. لما رن التليفون هيك فجأة بالليل فكرنا أنه صار شي بالأول، ولما بلشت عزراء تبكي كان على شوي رح يوقف قلبي، بس بعدين طلعت هي دموع الفرح. إن شاء الله كل شي رح يصير أحسن بكتير. إن شاء الله. هاتي عنك بنتي، يسلم ايديكي. انا بدي روح على الشركه، خلي حسن يوصلكن على المطعم. مينا طلعت ستي شي؟ انا لازم اشوف عزراء. لا لا، ما في داعي ابدا، انا بروح لحالي. اصلا انا اليوم بدي اتاخر شوي على الشغل. يلا بنتي تعالي افطري. يلا تعالي بس شوي. برايي لا تستنى جيب، ستك هون ورح نطلع مع بعض. تفضل حبيبي. شكرا حبيبتي. اليوم بدي احكي مع المحامي. ليش؟ مشان اخلص من التهمة اللي علي. يعني صحيح ما في دليل، بس الملف لساته مفتوح وما بعرف قديش ممكن يستمر هالشي، بس بصراحة ما بدي ضل قاعد وإيدي مربطة. شوف مسعود، اسمعني منيح ماشي، انت ما رح تترك هاي القصة،
بس أنا بطلب منك لو سمحت لا تخبر سمرة عن أي شيء بيتعلق فيها. كوليا، شايفتيني ولد صغير؟ لا أمانك ولد، بس يعني بترجاك قد ما كان بالك مشغول وقد ما كنت متوتر اوعك تحكي أي شيء إلا مع المحامي تبعك. ماشي؟ ماشي، أنا بفهمك. أنا ما عاد أقدر خاطر بإني زعلك أو إني زعل بنتي، مشان هيك بدي إياكي تطمني. بالمناسبة قدرت تحكي مع أهلك شي؟ بصراحة أنا مشغولة كتير وما كان في عندي فرصة. طبعاً ما في مشكلة بخصوص بابا، بس للأسف ماما لهلأ ناطرة أنه نتطلق. بس أنت غيرتي رأيك، ما هيك؟ يعني نحن حلينا المشكلة اللي بيناتنا. ما في أي مرة بالدنيا بتتمنى ينخرب بيتها، وهذا اللي أنا عم بحرص عليه. بس الموضوع بيتوقف عليك أنت كمان. يا روحي أنت، الأيام السيئة صارت ماضي، من هلأ ورايح كل شي رح يصير منيح إن شاء الله. بتمنى. أنا اليوم في عندي شغل كتير، مشان هيك بدي روح على الكافيه. شو رأيك أنا وصلي؟ بيصير؟ معناها أنت اشرب قهوتك وأنا رح جهز حالي بسرعة. يلا. أنتوا كمان تعالوا ليوصلكن حسن. لا خالة، سكر أنت روحي، حتى خلي مينا كمان تروح معك، أنا بلحقكم بعدين. إيه طيب ماشي. تمام، رح روح معها. خليكي قوية. لا تقلقي علي، أنا منيحة. ضلي هيك عطول. ساعدك بشي؟ ما في داعي، مشي الحال ولا يهمك يا روحي. يلا أنا رح أجي، لا ينشغل بالك. ديري بالك. علي جيب لي التليفون. معلم افتح الخط. الو. الو قدير، انت فاضي شي؟ بدي مر لعندك. انت بالمكتب؟ انا بالورشه جينك، فيك تجي لهون اذا بدك. ايه تمام، بدي احكي انا وياك بخصوص الدعوه من اول وجديد. طيب ماشي، تعالوا نحكي هون. تمام، معناتها انا نص ساعه وبكون عندك، ما رح طول. طيب جينك انا بانتظارك، يلا بشوفك. سكر. ماما؟ انتي منيحة؟ شو صاير معك؟ أنا منيحة، ما فيني شي. ستك كمان مبارح نامت عند مينة؟ ايه على الأغلب. ماما عزراء وضع سيء كتير، أنا عن جد زعلت على هالبنت. قصة أخوها مو سهلة ابنه. ايه مو سهلة طبعا. ايه وأخوكي متوتر ومشتت، أنا خايفة إنه يرجع مثل أيام زمان. عطي أخي شوية وقت، خليه يرتب أفكاره من جديد. أنا طالعة بشوفك. ماشي يا روحي. وأنت كمان استسلمتي، ما هيك ميليس؟ اجيت اجيت، حرقت الجرس.
إن شاء الله تكوني أخذتي القرار الصح. فوتي. حكيتي معه؟ إيه حكيت معه. والنتيجة؟ تقبله للموضوع رح يكون صعب، بس هلأ أو بعدين رح يبعد عني. عذراء أنت عم تتمسخري علي ولا شو؟ ما تقبل الموضوع بس رح يبعد، اشرحي لي. سمرة مفكرة القصة بهالسهولة؟ رح ينهار ويتدمر كمان. والله إذا ضليتي عم تتصرفي هيك رح تخلي الوضع أصعب ورح ينهار. بدك تعمليها دفعة واحدة، بدك تحلي القصة من الجذور، بدك تسكري الأبواب كلها. سمرة بس هذا الشيء قاسي كتير. ماشي عذراء، معناتها خلي الوضع على حاله وتحملي. اسمعي جينك رح يطلع من حياتي، أنا بوعدك بهالشي، بس أعطيني مجال خليني أعمل هالشي من دون ما خليه ينهار ومن دون ما سبب له جرح بقلبه. شوفي أنا ما عم أطلب هالشي مشاني، هو رح ينصدم صدمة كبيرة كتير. أنتو صدمتوا بنتي أكبر صدمة بحياتها عذراء، لا تحكي لي حكايات، بدك تنهي هالقصة والعلاقة لازم تنهوها على الآخر بهالبساطة. أعطيني المفتاح لشوف. تفضل معلم. يعطيكم العافية. أهلين جينك، أهلا وسهلا. لا تواخذني إيدي عليهم شوية زيت. لا لا مو مشكلة. إيه والله تسلم. علي جيب لنا اثنين شاي بسرعة. فورا معلم. تفضل نقعد هون. إيه تفضل. كيف صارت عذراء؟ ما أنا منيحة أبدا. قدير اسمعني، نحن حطينا ثقتنا فيك وصدقناك عن جد وكلياتنا تأملنا، بس المرأة أخذت مارت بكل بساطة وطلعت من المحكمة، يعني مو هذا اللي توقعناه كلياتنا. إيه بعرف جينك، أصلا أنا خجلان منكم كتير ومستوعب هالشي، بس عن جد المرأة جاي ومجهزة حالها، ولما الطفل قال بإصرار إنه بده ماما سمرة نحن لازم نمشي بغير طريق لنستجمع قوانا ونفتح قضية جديدة، الموضوع بده شوية وقت. نحن ما عنا وقت أبدا قدير، ولمعلوماتك سمرة ما عم تخلي عذراء تشوف مارت ولا بأي شكل من الأشكال. بس عذراء إلى الحق القانوني بإنها تشوف أخوها مارت. إيه مزبوط، بس أنا رحت على بيت المرأة وصارت تلف وتدور علي وتقلي نفسيات الطفل بتتأثر من هذا الكلام. خلينا نطالع قرار بيمنعها من إخراج مارت من المدينة، وإذا قدرنا نثبت بإنها عم بتحاول تهرب الطفل من عذراء وتخفي عنا ساعتها. خلينا نطالع هالقرار فورا معناتها، لأنك أنت ما بتعرفها لسمرة منيح، ممكن تخفي مارت وتحرمنا منه. نحن رح نصير نلتقي أكتر أخي حبيبي، رح تجي لعند ستك فريدة ورح نروح من هنيك مشاوير مع بعض، وفاطمة كمان رح تجي يعني أكيد بس تتعافى. مارت حبيبي أختك عذراء وعدتني وعد وقال من هلأ ورايح ما عاد تتركك أبدا. أنا قلت لها إذا رح تتركي مرة تانية مارت رح يزعل منك كتير وما عاد يسامحك ولا يحكي معك، ما هيك؟ عذراء بتحب مارت؟ ايه بتحبه طبعا، بتحبه أكتر من أي شيء تاني. ومارت بيحب عذراء. قديش كون حلوين هيك أخ وإخته ومتفقين. انتي شايفة ما هيك عذراء؟ إذا وفيتي بالوعود يلي عطيتيها لمارت وأثبتي حبك إله رح تكونوا مبسوطين عطول. الأولاد كتير بهمهم إنه نوفي بالوعود اللي منوعدهم إياها، وإنتي أكيد رح تكوني صادقة ورح توفي بالوعود يلي وعدتيني إياها أنا ومارت، مو هيك؟ رح أوفي بوعودي، بوعدك إني ما رح أتركك لحالك مرة تانية وما رح خليك تبعد عن عيوني. تمام يلا لشوف. خلصت الجلسة، خذ شنطتك لوصلك على المدرسة. أنا عملت لك جلسة تحفيز، بتوقع وصلتك الرسالة. أنت رح تعطيني مارت بعد فترة سمرة، مو ميتة علي، خدي هلأ إذا بدك، بس تحركي بسرعة يعني مشان ما تبرد العلاقة بيناتكم. مع السلامة.
خلصني مارت. ست سراب، يا ريت لو بعرف انك جاي. لا تاكل هم سيد عزمي، ما رح طول. اصلا انا ما كنت حابه اجي نهائيا، وخصوصا بعد اخر مكالمه بيناتنا، بس صار واضح بالنسبه لي انك ما رح توقف عن ازعاج عيلتي، مشان هيك انا اجيت لحتى اقول لك كم كلمه لاخر مره. تفضلي عم بسمعك. عزمي انت خدعتني، واضح انه كان عندك خطط من فتره طويله واستغليتني. انا ما استغليتك ست سراب، انت اللي طلبتي المساعده مني، انا ساعدتك وبس. انت كنتي مزعوجه من قرارات الست فريده، واكيد انا كمان كنت مزعوج، بس انا ما كان عندي مصالح. انت كنتها، ولما اجت عزراء انت اللي انشغل بالك واجيتي وطلبتي المساعده مني، ومشان هذا السبب تماما انت استغليتني. اصلا انت استفدت من وضع مرتعمي وبلشت تخرب بشركه على كيفك. عن جد؟ طيب وشو مشان الاذى اللي سببتي لي يا حضرتك يا ست سراب؟ انا ما حاسبتك، أنا خسرت ابني وخسرت مكانتي وخسرت شغلي يلي إلي سنين بشتغل فيه. تعرفي ليش؟ بس مشان وقف جنبك وساعدك بسبب إخلاصي ووفائي لحضرتك يا ست سراب. لا تعمل هيك سيد عزمي، يعني إذا أنت خسرت ابنك وشغلك ومكانتك بهي الشركة فأنت ما خسرتهم بسببي أنا، أنت خسرتهم بسبب أطماعك. اصحك تلومني بسبب هالشي، عم تفهم علي؟ وليش جاي لهون هلا؟ جيت مشان اقول لك هالكلمتين. اذا بتفكر تحرق قلب اي حدا من عيلتي رح ورجيك وقتها يا عزمي شو يعني غضب الام. طيب اعملي اللي بيطلع بايدك ست سراب. ست سراب، أنا خدمت حماتك وزوجك لسنين طويلة بكل إخلاص وأمانة. ابني ربي مع أولادك، نحن كنا عائلة، شو نسيتي؟ طيب وبعدين شو اللي صار؟ إجا ابنك يلي عصبيته عامية على عيونه، وبعدها إجت حماتك وجايبة معها بنت من الشارع، ولهيك نحن وصلنا لهي النقطة. نحن خسرنا، الحق معك. وهلأ أنت عادي وفكري وشوفي مين اللي سبب الأذى لشركتكم. ماما؟ ليش عم تبكي؟ شو صاير؟ ما في شي ابني. هذا الزلمة قال لك شي؟ شوفي، يا أما بتحكي لي يا أما بروح بقبره هلا. لا ابني خلص ما قال لي شي، خلص تمام. أنا قلت لحالي بروح وبحكي معه كلمتين مشان ما يضلوا بقلبي، ومنيح يلي اجيت وقلته. بس إذا أنت هلا رحت وحكيت معه ما بيضل في معنى للي عملته. أنا أصحك لا تحطني بهالموقف. معناتها ليش عم تبكي ماما؟ أنا عم ببكي على الغلط اللي عملته، عم ببكي لأني أعطيته المجال لحتى يعمل هيك. خلص لا تزعلي أمي، بعرف إنه مبارح المسا زعلتك، ما عاد افتح هذا الموضوع، بس لا تزعلي. ماشي حبيبي، ما رح أزعل منك، وأنت كمان لا تضايق حالك. ماشي. شو عملتي؟ حكيتي مع هديك الساحرة؟ ايه حكيت، بدها مني اقطع علاقتي بجينك تماما. طيب ما قلتي لها انك رح تنفصلي عنه؟ معلوم قلت لها، والله قلت لها، بس ما بدها تقتنع بالاول. شو يعني؟ شو هي دعوة طلاق مثلا؟ شو بدنا نحط قدامها وثيقة؟ ما بعرف، على الاغلب هي بدها تراقب وتسأل وتتأكد. ما بعرف يعني إذا صار والتقيتوا بالغلط ممكن حضرتها تقوم لقيامي، مزبوط كلامي؟ يعني هذا اللي بدها إياه بالضبط، متأكدة. بس مينا بترجاكي لا تخبري جينك لو سمحتي، وعديني. طيب طيب ما رح أخبره أنا بوعدك، بس قلك شغلة عزراء، ليكي هاي المرة مريضة عن جد، واثقة إنه ما كان حدا يحبها بطفولتها، وأكيد أكلة 100 ضربة على راسها كمان. الأكيد إنه هي ما عندها ضمير أبداً. طيب وجينك؟ يعني
امتى رح تخبريه بشكل واضح انك بدك تنفصلي عنه؟ ما بعرف، وما بعرف كيف بدي ساوي هيك.